كله بقى. انا مش هاكل، انت مش شايف كلامها ولا انت بتتشطرش غير عليا انا بس؟ واتشطر عليكي ولا عليها ليه؟ عدي المره دي والحكايه تبقى زي الفل. لا اشمعنى انا اللي عديها يعني وهي ما بتعديش حاجه خالص؟ انت هتحمري عينك، انا قلت ايه يعني؟ مش دي الحقيقه؟ انت تجيبي له البنت وانا اجيب له الواد اللي يشيل اسمه. ولد ولا بنت ايه بس؟ كله رزق من عند ربنا. لا يا حبيبتي، اللي تجيب البنت تجيب الولد، لكن انت اخرك ده وبعد كده عنقودك هيقطع. عنقودي هيقطع؟ فشر، انا مستمره، قطر رقبتك يا بعيده. بتدعي عليا؟ شايفه اشرف بتدعي عليا زي دعاء الحواري بتاعها ده؟ ايوه حواري يا شغل بره، اشحال ما كنا ساكنين في شارع اسمه الدعبس. يا جماعه احنا جايين علشان نحتفل بترقيتي، مش عشان نكمل وسطة الردح اللي كانت شغاله في الشقه. انا مستعديه اعمل هدنه، بس بوس بوس. وتسكتي وما اسمعش حسك خالص؟ اه هسكت، مش هفتح بقي. تصدق ان انت راجل ما عندكش دم؟ ازاي تبص كده قدام الناس كده؟ انت عبيطه؟ دي مراتي. اهري انكتي في نفسك، عايزاك تولعي نار. ووو كاميليا، احنا اتفقنا على ايه؟ عيب عيب بقى. ما انت شايف هي اللي بتبتدي. طب ايه رايك بقى يا اشرف ان انا مش هسكت الا لما تبوس ايدي انا كمان؟ ايه شغل العيال ده؟ وفاء. ايوه شغل عيال، بوس ايدي وانا مش مراتك انا كمان ولا ايه؟ وما اسمعش حسي خالص؟ خالص، مش هتكلم تاني. يلا. ايوه كده. بذمتك يا اشرف، ايدي انا احلى ولا هي؟ والله يا كاميليا. ايدي ايه يا مهيد؟ انت هتقارني نفسك بيا ولا ايه؟ انت هتعملي راسك براسي ولا ايه؟ انا اعمل راسي براسك يا معصعصه يا مصديه. اوعي سنقدر نتفرج علينا. نتفرج علينا كده غلط يا جماعه. انتوا بلعبتك يا عرفانه بيتكم انتوا الاثنين. يا نهار اسود، عاجبك كده؟ اهو مشي وسابني، ارجعسي بقى. هو من كلامك وقلة أدبك ما بتمسكيش لسانك خالص. انت عارفة لو ما مسكتيش هقطع رقبتك. اخرسي، اطفحي بقى. حلوة بتاعي دي. يا لهوي، أحسن يكون ما دفعش الحساب. طب أنا هقول لك على حاجة بس ما تضحكش عليا. أنا ضعيف قدام حاجتين، القعدة الحلوة واللقمة الحلوة. يا عم عبد الكريم، نقعد مع بعض ناكل لقمة حلوة كده. بعد كده هنروح نجمع ستين النفيسه نقرا الفاتحه هناك، وبعد كده كل واحد فينا يقعد يقرا الورد بتاعه. عارف عم عبد الكريم، انا ساعات بحس ان انا قريب جدا من ربنا، خلاص قربت اوصل، وساعات بحس ان انا بعيد جدا لاني لسه في اول الطريق. هو انت حاسس انك لسه زي الاول؟ نعم طبعا. ليه الاولاني بدل ان انا في دلوقتي بينا بلاد؟ حب ربنا سبحانه وتعالى له علامات واشارات. انت شايف علامتك؟ صراحة مش عارف، بس حاسس بسكينه كده وهدوء ورضا. ده حتى نوبه الصرع بطلت تجيب. حبه جل جلاله بيرفع الابتلاء ويبعد الضرر. ونعم يستاهل الحمد. بص بقى، المثل بيقول كل وبحلق عينيك اكله واتحزمت عليك. كفايه بقى الكلام، سيبنا ناكل، خليني اركز يا راجل. يلا. امسكني يا اشرف. اهو يا حبيبي، تعالى تعالى. الحقني يا اشرف حموك. انا جنبك يا حبيبي بعد الشر. الحق يعمل لك ايه يا نغه؟ يحزق بدالك ولا يولد مكانك؟ تكونيش فاكره نفسك بكريه. نار ايده فيك يا حبيبتي، عارفه عشان انا هولد الاول. لا يا جماعه حرام عليكم. ده انتوا الاثنين حوامل، حرام عليكم. براحه براحه. ما انت شايف يا اشرف هي اللي بتجر شاكل. براحه براحه براح. انزل على الكرسي، انزل على الكرسي. ما تسيبنيش انا ماسكك اهو. ما تسيبنيش يا اشرف. حضرتك الزوج؟ انا زوج الاثنين يا فندم. ممكن تخش التعقيم وتتفضل تدخل لو حضرتك. حاضر، انا هاجي معاكم. ما ينفعش حضرتك خالص، حضرتك حامل. حتى لو مش حامل دي جرتي، ما ينفعش تدخل ابدا. ما ينفعش يا جماعه. صل على النبي، احنا الاثنين متعشين مع بعض امبارح. هنا في نونو وهنا في نونو. صل على النبي، صل على النبي بالراحه. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر.